أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعطر بمادة الكولونيا وهل هي نجسة؟ إذا كانت تسكر، إذا كان هذا الطيب يسكر أو يستعمل للإسكار فإنه حرام، يجب إتلافه لأنه خمر. أما إذا كان لا يسكر فإنه مباح، فالضابط هو الإسكار، ما كان مسكرا فهو خمر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العبرة بالإسكار. نعم.